بابا بحمد الله، الحمد لله انه المعهد الوحيد من ناظور الجهه الشرقيه. كما شفتوا اليوم بحول الله كانت واحد الورشه من الاستاذ امين، اللي كانت ورشه من اجل تطوير المهارات ديال التصوير التلفازي، وكذلك كل ما يتعلق بالتصوير الالكتروني وكل ما يتعلق بالتصوير في شتى المجالات. اولا كنشكره بزاف على الزياره ديالو اللي تكبد العناء ديال الطريق والمسافات وجا اليوم باش انه ما يبخلش علينا بالمعلومه، فكنشكره بدايه على هذه الورشه هذه. الحمد لله كما شفتوا هذه الورشه هذه في اطار تطوير المهارات ديال الطلبه ديالنا بالمعهد، للهدف ديالنا اليوم الحمد لله انهم يتبع التخرج يكون واحد خريجي صحفي مستقبل ان شاء الله في المستقبل في هذا المجال، وانهم يدخلوا المجال وانهم يقيني بان المجال صعيب بزاف. فالهدف ديالنا حتى تكوين المستمر كنديروه الا كنزيدوا نخوضوا هذه المغامره ديال تطوير المهاره عبر ورشات ودورات تكوينيه بزيارات لصحفيين متمكنين وعندهم خبره كبيره، الحمد لله كيجيو باش يشاركونا الخبره ديالهم ويشاركونا التجارب ديالهم ويشاركونا المهارات ديالهم اللي ما نقدوش نعطيوها. كما كتعرفوا ان المعهد كنحاولوا واخا نعطيو المعهد واخا نعطيو التكوين الكامل، كنعرفوا ان المجال ديال الصحافه كبير بزاف وواحد البحر اللي كبير بزاف، فكنحاولوا واخا التكوين المستمر بالمعهد نزيدوا نضيفوا ورشات تكوينيه من اجل تطوير قيمه ديال الطالب انه يتخرج وانه يكون طالب متمكن ان شاء الله. النصيحه اللي نقدم للطلبه بحكم انهم طلبه معهد الصحافه، فمجال الصحافه سهل ممتنع، صعيب وفي نفس الوقت سهل ممتنع. ما يعني الا كنتي كتدخلتي لهذا المجال عن حب فما تخافش، فاي مجال عنده صعوبات، اي مجال فيه اكراهات، اي مجال فيه بزاف ديال الحوايج كنقدروا نتصادموا بها من بعد التخرج، لكن كن صبورا وكن مجدا ومحب عملك وربي غادي يسر ان شاء الله، لان المجال الصحافه كيعطي اللي كيعطيه، فبنادم يصبر ويخدم واكيد اكيد غادي يلقى بلاصتو في سوق الشغل ان شاء الله، ويلقى بلاصتو في الجسم الصحفي ان شاء الله، وتكون عنده ان شاء الله بصمه على المستوى الوطني اللي ما لها بصمه على المستوى الدولي. فاش كنتكلموا على التطفول في المجال في المرحله الحانيه اضحى الامر لتدخل من طرف السلطات المعنيه انهم يزيدوا يصفوا لنا في هذا المجال شويه. لاحظنا ان عندنا كما كنقولوا منافسه فيسبوكيه، اللي كيسخن عليه راسه كيمشي يدير ميكرو ويدير باج كيقول لك انا صحافي. فاليوم كنقول اللي عنده دبلوم وتكوين صحفي واخا ما عندوش البطاقه، على الاقل عنده تكوين صحفي نقدر نعترف به، حيت احنا في البدايه ديالنا ما كانتش عندنا بطاقه مهنيه، ولكن بالعمل الولوج والانتماء لاحد المؤسسات الاعلاميه المرموقه والقانونيه فكتخولك انك دير صحافه دير بطاقه مهنيه باش ما تعتبرش غدا منتحل صفه. وكما كنعرفوا ان الموجه فحتى النيابه العامه وحتى السلطات فهي ذات واحد الخطوه جريئه في هذه المرحله هذه، انه ولات كتدخل وكتركب على الموجه ديال المنتحلي الصفه. لاحظنا اخرها بعض اليوتيوبرز او المؤثرين راهم نالوا الجزاء ديالهم بالانتحال الصفه، مزيان ولكن خطوه تحتاج للرقي اكثر. الا كانوا تحركوا ب 10% فاحنا محتاجين انهم يتحركوا حتى 100%. عندك بطاقه مهنيه، عندك انتماء واعتماد صحفي، خذ وقوم بالعمل ديالك. ما عندكش فخص تكون قرارات جذريه للحد من العبثيه والتطفل على هذا المجال، لان هذه المرحله صعبه بزاف. والبلاد ديالنا كنعرفوا ان المغرب هو بلد في بناء دوله ديمقراطيه متقدمه، فباش نكونوا دوله ديمقراطيه متقدمه صحيحه ويكون جسم صحفي قوي بالمغرب الا وخاص يكون شويه ديال الغربال في اطار القانون. اليوم كنتواجدوا بالناظور عند الاخ عماد شحتان، المعهد تبارك الله المعهد ديال الاعلام السمعي البصري. قمنا بواحد الورشه تكوينيه تدريبيه لفائده الطلبه اللي كيتواجدوا هنا. الورشه كانت ناجحه وحتى الطلبه اللي كانوا فيها تبارك الله طلبه متميزين في المجال ديال الاعلام السمعي البصري. كنشوفوا واحد الحظوظ كبيره بالنسبه في هذا المعهد اللي كيعطي واحد الفكره شامله للمجال الاعلام السمعي البصري. اللي كنبغي نوجه هنا وهما الناس اللي داخلين المجال الاعلامي بشكل عام، انهم اول حاجه يكون واحد الالتحاق بالمعهد باش يكون واحد التكوين وواحد التاطير اكاديمي في المجال الاعلام السمعي البصري، باش تكون كصحفي لك شروط، وهي شروط وهي في المجال ديال التكوين، لان التكوين يؤطرك الى المستقبل، ان تكون كصحفي، كمصور صحفي، كتلفزيوني، كالصحافه الالكترونيه وتقنيات الاعلام السمعي البصري. الصحافه لها شخصيه، لها كاريزما، لها اخلاقيات، لها ثقه،
ولها تواضع ولها فكرة شاملة في التواصل والمصادر. الرسالة اللي غنبغي نوجه للطلبة ديال المعهد انهم يسولوا ويبحثوا وتكون عندهم واحد القضية ديال التواصل، التواصل لا كومينيكاسيون ماركتين والبحث. وانت كطالب في المجال الاعلام ما فيها بس ديما تسول، ديما تبحث وتسول، لان اثنان لا يتعلمان عن المتكبر والمستكبر.